كلية الطب جامعة ميسان تستقبل أبنائها الطلبة بدءا العام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث تم قبول أكثر من 120 طالبا ضمن القناة الحكومية في كلية الطب في جامعتنا العزيزة. الكادر كادر التسجيل وكادر شؤون الطلبة على قدم وساق لإجراء الأمور اللوجستية الخاصة بتسجيل الطلبة للعام الدراسي. إن شاء الله راح تكون كليتنا مستعدة لاستيعاب هذا العدد من الطلاب، حيث تم إنشاء قاعات دراسية عدد 8 قاعات في موقع 110 الخاص بجامعة ميسان، وتهيئت كل الظروف المناسبة لإنجاح المسيرة التعليمية في كليتنا العزيزة. وإن شاء الله إحنا وياهم يداً واحدة، كادر وظيفي وكادر تدريسي، من أجل رفع سمعة التعليم العالي عالياً في سماء العراق. المعاون الإداري دكتور الأستاذ الدكتور حيدر سعد القاسم، شكراً.